مين افضل اللاعبين اللي لفتوا نظرك في هذه البطوله؟ الكثير من اللاعبين ويليامز ولامين من اسبانيا بالطبع هم من افضل اللاعبين قد فاجئوني باداء رائع قد تعرضوا لضغط كبير كلاعبين شباب ولكن وايضا كان في منتخب بلجيكا كان لديهم لاعبين شباب رائعين لديهم دوكو هو جيريمي دوكو لاعب رائع وايضا في منتخب هولندا لديهم لاعبين شباب رائعين لا استطيع ان اقول لاعب واحد قد فاجأني هو الافضل ولكن كانت كرة القدم كانت رائعة في هذه البطولة ولحسن الحظ اني قابلت هؤلاء اللاعبين في كثير من المباريات انا اكتشفت الكثير من المواهب في هذه البطولة قد فاجأتني تغير نظام المباريات وتغير نظام التنظيم في المدن نفسها كان مؤثرا ولكن استطيع ان اقول ان الفرق قد لعبت بشكل رائع ودافعت بشكل قوي وكان يوجد الكثير من الحركية والكثير من المواهب والتغيرات الكثيرة في أنظمة الكثير من الفرق أستطيع أن أقول أن جميع المنتخبات قد نظمت أولوياتها بشكل رائع وأيضا الجمهور وليس فقط في أوروبا ولكن خارج أوروبا قد أعجبوا بالبطولة بشكل رائع أستطيع أن أقول أن الأمر اختلف عن الماضي من ناحية التنظيم من ناحية الأداء الأمور أصبحت أسرع الآن على المستوى الهجومي على المستوى الهجمات المرتدة لدي إحصاءات كثيرة خاصة بهذه البطولة قد أستطيع أن أقول أن الأمر اختلف كثيرا فهذه المواهب قد أدت إلى سرعة اللعبة وسرعة الضغط ومناطق اللعب في الملعب أعني ومقارنة باليورو الأخير أستطيع أن أقول أن الأمور قد تغيرت كثيرا وكإنسان أوروبي أستطيع أن أقول أن هذه كانت مفاجأة لي كان يوجد أمور فنية أكثر وأمور تكتيكية أكثر وتفاصيل كبيرة في المباريات أستطيع أن أقول أن اللعب كان مفتوحا في أول 70% من في بنسبة 70% في أول 30 دقيقة من كل المباريات الأمر كان مختلفا عن الماضي في الماضي كان 55% من اللعب المفتوح يكون في أول المباراة فقط الأمور تطورت والقدرة على التحليل تطورت في هذه النسخة